هلا عم نستنى لسنة عم نستنى الشهر الكريم، الله يعيد علينا وعليكم باليمن واليسر. وصلاة الترويح في إدلب مختلفة لأنه إدلب يعني هي مجمع المهجرين من كل البلدان، تشوف فيها الشامي والحموي والحلبي والإدلبي والساحلي إلى آخره. يعني أنا مو ملتفتت شفت شخص إدلبي، شخص درعاوي، شخص كذا، فهذا أمر يعني فيه تآلف، فيه محبة. صلاة الترويح يعني هي سبب من أسباب التآلف بين الناس، تحب الناس تبتسم مع بعضها، تسلم على بعضها، تبارك لبعضها في رمضان. يعني صلاة الترويح فيها إيش؟ يعني أخوة، تلاحم، هذا امر يعني جميل جدا في 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 رمضان صلاه التراويح. يعني صلاه التراويح ينتظرها المصلون دائما في كل سنه. صلاه التراويح شعيره من شعائر الدين، تقام في رمضان بعد صلاة العشاء، يأتي إليها المصلون بلهفة حقيقة، مشتاقون، يعني كأنه كل واحد منهم كأنه عزيز يعني والتقى به. هي صلاة جماعة، يعني الناس مع بعضهم بيحسوا يعني كيف بهم ونشاط، واحد لوحده بيكسل فيها، لذلك صلاة التراويح شرعت جماعة مشان الناس يعني بيقدروا بيأدوها بنشاط أكبر. يعني هاي اذا صلاة التراويح بتحس انه انت كنت مبعد عن رب العالمين، هالعالم عالم كلياته، عام كلياته اخي، وغاب رحت السنه كلياتها، اجى العام كلياته، بدك ترجع بقى يعني تشحد الهمه اخي يوم شو ترجع شو لعباده مع رب العالمين، الصله مع رب العالمين. انا هيك بحسها اخي بالنسبه للشغله هاي، انه انت كنت هالسنه هاي كلياتها غايب يعني في عالم غير عالم، رجعت اخي رب العالمين اعطاك هالفرصه هاي مشان اذا كان في عليك ذنوب في عليك شغل يا اخي ترجع شو تباشر ترجع يعني تعمل مصالح اخي وتعمل اخي رجع الى الله سبحانه وتعالى. ولا